السلام عليكم. رح نعرض بهذا الفيديو درس لمادة الحاسوب الصف التاسع، وهو الدرس الخامس إدراج الصور. تعرفنا في دروس سابقة على كيفية إنشاء صفحة الويب وتنسيق صفحة الويب. رح نستكمل إجراءات تنسيق صفحة الويب بتعرف على كيفية إضافة صورة للصفحة. طبعاً إحنا نضيف الصورة لحتى نضيف جمال على هاي الصفحة أو لحتى نوضح بعض الأفكار. نستعرض معنا كود بسيط ل لغة ال HTML. أول إشي في الوسوم الأساسية اللي هو وسم ال HTML. طبعاً تعرفنا إحنا في السابق إنه كل وسم له بداية وله نهاية، إغلاق للوسم. الوسم الثاني الأساسي اللي هو وسم الهيد. دائماً وسم الهيد حكينا بيحتوي على وسم التايتل لتحديد عنوان الصفحة. فبنلاحظ هون إنه إحنا كتبنا وسم التايتل وحددناه باسم مدرستي. لو رجعنا هون لصفحة الويب رح نلاحظ انه عنوان الصفحة مدرستي. نرجع لصفحة الكود، عنا وسم البادي اللي تعرفنا عليه في السابق، حكينا انه هو بيحتوي على جميع الوسوم المسؤولة عن ادراج العناصر لصفحة الويب. وتعرفنا على شيء جديد اللي هو الخاصية ستايل. ستايل تعرفنا على طريقة كتابة الخاصية اللي هي اسم الخاصية ستايل، إشارة اليساوي، ومن بعدها بنكتب قيمة الخاصية داخل دبل كوتيشن. هون حددنا داخل الخاصية الباك جراوند كلر لون الخلفية، الكلر لون الخط، الفونت سايز والفونت فاميلي نوع وحجم الخط. طيب هون لو نرجع لصفحة الويب نلاحظ في عنا فقرة مدارس الوطن العربي. تم إضافة هاي الفقرة من خلال وسم باراجراف اللي كتبنا فيه خاصية الدايركشن. زي ما بنلاحظ الخاصية تم كتابتها اسم الخاصية دايركشن يساوي، بعدين كتبنا اسم أو قيمة الخاصية داخل الدبل كوتيشن. طيب اليوم الوسم الجديد اللي بدنا نتعرف عليه ورح يضيف لنا الصورة. طيب في عنا ميزة بوسم الإيمج بتميز فيها عن باقي الأوسمة، وهي إنه ما إله وسم بداية ووسم نهاية للإيمج، هو ذاتي الإغلاق، حيث إنه بيتم إغلاق وسم إيمج بنفس الوسم، هو وسم البداية ووسم النهاية هو نفس الوسم. فعنا هون بس أنتهي من كتابة الوسم إيمج رح أنهي بإشارة الباك سلاش. طيب هون بعد ما تعرفنا على كيفية كتابة الوسم رح نتعرف على أهم الخصائص اللي ممكن أنا أضيفها داخل هذا الوسم. أهم خاصية اللي هي خاصية السورس المصدر. هاي الخاصية بتحدد لي شو هي الصورة اللي رح أضيفها أنا على صفحة الويب. طيب بلش نكتب اسم الخاصية، بعدها إشارة اليساوي زي ما اتفقنا قبل، بعدها دبل كوتيشن رح نكتب القيمة. هون نيجي نحكي عن قيمة الوسم. إحنا من قبل عرفنا إنه لازم بس نقرر ننشئ صفحة ويب بنجمع الصور والفيديوهات والأصوات اللي رح نضيفهم على الصورة، كل منهم بفولدر خاص. فرح نرجع للفولدر اللي تم إنشاؤه لإضافة الصور. هون عندي أنا صورة عن مدارس الوطن العربي أو شعار مدارس الوطن العربي، اسم الصورة شعار. طيب كيف رح أضيف الصورة؟ أجي على السيرش هون، رح أبحث عن اسم الصورة شعار، تظهر عندي هون الصورة، رح أعمل كوبي فول با يعني امتداد أو موقع الصورة، رح أعمل له كوبي، برجع لصفحة الويب هون رح أعمل بيست للبا للصورة وأنهي بإشارة الدبل كوتيشن. طيب نعمل فايل سيف، نرجع لصفحة الويب نعمل ريفرش، رح تظهر عندي صورة شعار مدارس الوطن العربي. طيب في عنا إذا أنا كانت الصورة مش موجودة عندي على الجهاز بدي أضيفها من الإنترنت، رح أستخدم عنوان الصورة URL، عنوان الصورة وين موجود بنفس المبدأ. لو فتحت أنا على جوجل بدي أبحث عن صورة معينة لحتى أضيفها على صفحة الويب، طيب بحثنا عن صورة مدرستي على سبيل المثال، هون اجينا للإيمج صور بدي اضيف هاي الصورة، راح اعمل
copy image address. رح أعمل copy image address. نيجي هون نكتب وسم الصورة image source يساوي double quotation paste لعنوان الصورة. بعدها بسكر الدبل كوتيشن وبسكر الايمج. حكينا ما له وسم خاص للاغلاق لكن هو ذات الاغلاق بنفس الوسم. بعمل اغلاق فايل سيف، برجع للصفحه هون بعمل ريفرش، بنزل لتحت بلاحظ انه تم اضافه الصوره. طيب الشيء الثاني عن اضافه الصوره او الخاصيه الثانيه اللي هي خاصيه الارتفاع هاي والعرض ود. بنلاحظ ان هون احجام الصور غير متناسقه وغير مرتبه، فلازم انا اضبط حجم الصوره لحتى تكون الصفحه عندي مرتب. لحتى احدد حجم الصوره ممكن استخدم طريقتين لتحديد حجم الصوره، اما اظهار الصوره باستخدام قيمه البكسل، او ممكن اني استخدم اظهار الصوره باستخدام نسبه مئويه لعرض المتصفح. طيب نبلش نجرب اول طريقه اللي هي كيفية تحديد حجم الصورة من خلال الويب والهاي. رح نرجع لوسم الإيمج هون نبلش نكتب بخاصية الويب والهاي. هون رح نيجي ويب يساوي، رح نحدد عرض الصورة 100 مثلا، لو كتبنا عندها 100 بعدها نسكر الدبل كوتيشن. ما فتحنا احنا هون دبل كوتيشن كرها. رح نيجي على الهاي يساوي، عملناها برضو على اساس تطلع لي بشكل مربع، طبعا القيمة بدبل كوتيشن. فاي سيف، نرجع للصفحة نعمل لها ريفرش، صغرت عندي الصورة بالأسفل، صارت تغير حجم الصورة. طيب لو اجينا على صورة مدرستي، هاي الصورة بدنا نغير حجمها بالطريقة الثانية اللي هي اظهار الصورة باستخدام نسبة مئوية. ممكن انها تكون هاي الطريقة بشكل ادق، فانا اجيت هون، هاي هون كامل هاد اليو ار ال عنوان الصورة. رح اجي هون اكتب خاصية اللي هي رح احدد الويب والهاي لكن باستخدام النسبة المئوية. فمثلا هون لو انا كتبت ويب يساوي 300 اكسل، طبعا قيمة الخاصية رح تكون عندي بالدبل كوتيشن. فاي سيف، رح اجي على الصفحة اعمل ريفرش، لاحظت انه تغير عندي حجم الصورة. طيب لو رجعنا هون على نفسها غيرنا هون عملناها اكبر 600 بكسل. فاي سيف، نرجع للصورة نعمل ريفرش، لاحظ انه كبرت عندي الصورة. هيك بيكون انتهى درسنا لإضافة الصورة وتغيير حجمها. نرجع نعمل ريفيو سريع.